رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم المدرب مراد محجوب. العادة رحب بيك من جديد سي مراد. باهي وصلنا قبيلك لتجربتك مع الترجي، قلت لي عيطوا لي باش نشد هكا مؤقتا الفريق الاول هكا. اي على البريباراسيون هكا هو فيك حتى يقوى انترونور. وقت جا سي مختار جابوه بون، انا وقت جا هو كنت فرحان ياسر خاطر معناتها قلت لك من المره الاولى معناتها كيما قلت لك معناتها سيتي لا مود سيتي معناتها ان انسينيون اللي خذا اول مره هذاك سي تو. مي جيتي توني معناتها جا كي قال لي خذ وقتها عمل هبطني من الميني من قلت له لا داير. وقت خرجت من الغادي كان نقول لك بصراحه راني خرجت قلت خليه يخدم على روحه وربي يعاونه معناتها خاطر انا ديما شويه دون سونس لا كلمت حتى حد لا مشيت للدار الوحده وجيتي شافي ما سيتو معناتها باش يقول لي هو نحاني ولا ما نحانيش بالكش كان ينجم ينحيني خاطر اللي تيتر شوز اما ما نحانيش هو انا اللي خرجت وحدي هو نقول لك بصراحه خرجت جمله معناها من اي جيب. انا خذيت الوحده نتاعي وخرجت من الريونيون جي سورتي جي ميم با بارلي ما مشيتش حتى للاداره ما مشيتلهاش انا نقول لك بصراحه ما حد ما قلت حتى حد شنو صار بعد شيء صار حد شيء بعد ما تاكل كذا جي سي هذيك عطوني معناتها الكادي عملت ان دي بلي جراند كادي كو ليسبيرونس كوني دو توت سافي ماركيت 78 في نفس العام اللي قال لك اللي خرجت وقت بعد عامين ولا عام واحد اوكي معناتها كي معناتها عملت ان ايكيب كادي داير هذيك ليكيب كادي هي اللي جابت لي ليكيب ناسيونال جونيور قابلت وحكيت معاه شكون؟ شكون؟ مختار تليلي بعد الكلام اللي قالوا عليك يا ولدي اسمع سحاب نقول لكم سي مختار ماهوش في حياتي انا اسمع في معناتها جون لا نتكلم عليه لا ضده قلت له بارك الله فيك هكا هو معناتها ما 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 جون جو اي ني با هو عنده كيف مش يتكلم علي انا معناتها اللي يقول عنده ان كومبلكس مراد محجوب اللي يقول وقت يكبر وقت يسبني انا يكبر وقت يعمل كي انا معناتها سام في ريان دي تو بيتر تاع سام في لو فينومين كونترير معناتها اخويا ايش حاب نقول لك معناتها ما عندناش فرد نظره في الحياه ما نراوش الدنيا كما راوها معناتها انا ما قال لك قلت له بارك الله فيك نقدروا سكت حتى حشمته وقتها نلقاها معناتها باتري لوتون هو جوموتين وجماعه اخرين اي شنو صار بيناتكم شنو حكيت جوموتين قال بارك الله فيك ترشق بالضحك ها هيك هو سيتو هو حتى كلمه ما قال ما قال حتى كلمه لا ديما تم ما عندي والله بالله العظيم هذا عهدك من نبي محمد انا ما عندي ريان كونتر لوي وقد قلت لك حالي هذه البحث الشارقه بالله العظيم لا ما فيها مش صحيح لا حتى شيء صحيح اي باز لعبت كبر في نفوس فما حاجه فما حاجه برك ما فيه سيفري وقت انا كنت في ليكيب في مع الشباب مع الشباب مش مع الشارقه انا خذيت وقت مشيت الامارات اول تيتر خذيته مع الشارقه اسمع فيا عملت تيتر مع الشارقه ونوصل ما خذيت تيتر مع الشارقه اسمع فيا وكان ولانسيت يعمل ستة جينيور يلعبوا ولاو في السينيور اسمع فيا اي جي معناتها وقعدتك الكيب هذيك تلعب ما عادش ظن 10 سنين هي بيدها الكيب اللي تلعب اسمع في معناتها في الشارقه اسمع في وبعد مشيت من الشارقه مشيت الشباب الشباب قعدت ثلاث سنين بعد خديت تيتر واحد اخر معناتها الشامبيونان بتاع الشباب اي وينه مختار وقتها عيطت لي انا الكيب ناسيونال باش ناخذ الكيب ناسيونال اي وقتها كان الله يرحمه السيد احمد عمار احمد عمار معناتها اللي كان كان سيتي ان لونترونور رينا لحدك وكان وقتها في السعوديه هو معاه مختار جاني قال لي يا مراد بربي كان تلقى في خير بكل بلاصه المختار شوف تقش بلاصه المختار والله كهو فهمتك هذا عهدك من يبو محمد لقيت لا بلاصه لا فما وحده لحكيت. حاولت ما نجمتش ما في معناتها جاني ما سيتو ما بور ما وقت جيت فيسع فيسع دايره في الاخر بكل اخر ما في الاخر سيزون وقت انا ما جاي من هنا وقت جيت لعبت الكلوب افريكان في الامارات من عشك وجا سي بوسبيع غاديك تسمع فيه جاني سي بوسبيع قال لي راني جيتك من طرف السيد الوزير ما قال لي ما كي مش تاخذ انت طالب منك مش تاخذ ليكيب ناسيونال تسمع فيه فهمتني ما تجيش مش ليكيب ناسيونال تطلبك وانت ما تمشيش حتى كان حتى بيان كو جيتي دون
في دون دي كونديسيون مات اكسيبسيونيل غادي كف شنو رايك فيه كمدرب شكون خويا ربي يعاونو انا ما عنديش باش نتكلم فيه انا كنت كما قلت لك ما دخل المره الاولى وخذا السيسمو شاتول الرالوي معناتها اون ايتي توس تري كونتون اون ايتي معناتها توس الرالوي انا ديما نفرح للناس اللي كنت قبل فكاهي مش مدرب هو حتى لتو ديما نفحاجي بقول لك بصراحه قريت كتابه لا 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 تحدث فيه على الفساد في الكره التونسيه عاد هو يعرف اكثر من الناس كل يعرف كل شيء عليه كيفاش يعرف كل شيء عليه معناتها اللي بيان بلاسي بور يكرير ان ليفر معناتها دون سو سونس باهي بعد كي دربت الاكابر من المنتخب كيفاش مشيت المنتخب من الامارات مشيت المنتخب من الامارات ولا من الكاديم تاع ترجي لا 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 هذيك من الكاديم مشيت المنتخب الاوسط اي نحكي على منتخب الاوسط لا 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 من المنتخب من الكاديم وبعد التجربه نتاعي في مع المنتخب الاوسط ترشحت لكاس العالم في روسيا اي وقتها عيطت لي الشارقه مش ناخذ الشارقه ما فيه وقتها 87 كيف منتخب الاول كيف كيف عام 90 ما كانش ناجحه التجربه مع المنتخب ما كانش قلت بصراحه ما ترشحناش لا كان 92 لا كاس العالم 94 علاش اما ما ترشحنا ما عمرنا ما خسرنا حتى ماتش كنا مع ال ما ريزلتا في ما ترشحناش اي سيبري ما ترشحناش تقعد هذيك اللي تقعد فما ما سينيفيك يا دي 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 بتي بروبليم اون ايتي با بيان بيان رودي وقتها في الوقت هذاك انا كومونسي ابين تو حتى التيران تاع ليكيب ناسيونال كنا نترناو معناتها نثبت على روحي معناتها الكار مره نترناو في تيران هذايا مره في تيران هذايا ناخذوا التيران نسلفوا التيران تاع النوادي مش ندربوا فيه الكونديسيون ما كانوش باهي وحتى وقت خذينا بدات الفيدراسيون عملت اول تيران اللي عملته تو في بعض الفيدراسيون غادي كانوا حتى ساعات نترناو وفما فوسيات محلولين على الجناب كانوا فما حاجات غلطت فيهم ندمت عليهم عملتهم ديزون انا نقول لك بصراحه معناتها هذاك هو الغلطه الكبيره اللي واحد ياخذها وقت واحد ياخذ ليكيب ناسيونال صغير ياسر اسمع فيا قد عمرك وقتها؟ اوف 36 صغير بالكل اي معناتها ظهر لي انا ليكيب ناسيونال ما تاخذ بعد اكسبيريونس كبيره معناتها سافيتر لافان بيان سور معناتها جوري دي فير دي زيرور سي نورمال ماتش المغرب غلطت شويه في مثلا الخطه التكتيكيه لا والله ما نظنش في الماتش المشكله الكبيره قالوا لعبت 5-0-5 السبارت ليزي هذه اللي يتكلم هكايا اسمع فيا هو الكوره معناتها بعاد ياسر على بعضهم اسمع فيا فما 5-0-5 بتيتر معناتها معناتها كيما يقولوا البلوك ما كانش معناتها هنا بايتي كيما يلزم وكانت المشكله شنو هي في المغرب راهي اني نقول لك بصراحه المشاكل اللي تصير كان فما مشاكل عندها المشاكل كل مشكلة عندها وراها معناتها سبب اسمع فيا شنو من المشاكل وقت معناتها كونتر المغرب معناتها جو بونس كو معناتها يا يو ان بروبليم ما تقول لك بصراحة جراب معناتها في الفوتبول نتاعنا اللي هو معناتها وقت نلعبوا في الرجوع نتاعنا في الروتور في المغرب نلعبوه معناتها غاديك اول حاجه متى كانت فما في رمضان انا عمري ما نجم وعمري ما قلت الملاعبي افطر وما نجمش نقول له افطر ولتو متى وجو سوي تري كونتون اللي عمري ما قلت الملاعبي شنو صار اسمع في لا لا قلت ما نقولهمش افطر انا ما نقولهمش افطر فهمتك اسمع في اعطيهم المسؤوليه تاعهم يعرفوا المسؤوليه تاعهم عندهم الحدود تاعهم فما اللي ما يحبوش يفطروا ما عمري ما نجبرهم ما فماش مسؤولين فرضوا على اللاعبيه باش يفطروا وقتها كادا دا سي لور بروبليم اما انا عمري ما نفرض على واحد لا فما فماش انا حتى وقت الراني في هنيه ما تتجاوزنيش والله ما نقول لك بصراحه من انا ما ندخلش في معناها فما صندوق عملت مشاكل لا فما حاجه في السيام ساعه فهمتني قلت لك السيام عمره انا حتى وقت بيت ندرب هنا في تونس جيتي ان دي بريمي اللي وليت اسمع فيا ندرب في رمضان في الليل الناس تدرب انا ندرب في الليل
ما عمري تو انت متفاهمين وما قلتهمش، قلت الحكايه هذه عملت مشاكل بين اللاعبين والمسؤولين. ديما ديما الحكايه هذه ديما تعمل مشاكل. تعرف وقت تتكلم معناتها يا في الفتره هذيك اسمها فيا فما بوكو اللي معناتها لورانتيري معناتها يفوا لورانتيري في في الصيام تاعهم قبل كل شيء قبل الكرة قبل الكرة. شكون كبش شد صحيح في الصيام وقت؟ كلهم معناتها لا بليبار راني نقول لك كل كبش لا بليبار مخاطر واحد يتبع واحد هو ما في. مع شكون صارت مشكلة؟ مشاكل ما صارتش مشكلة، المشكلة اللي صارت فين صارت المشكلة؟ المشكلة اللي صارت وقتها نلعبوا نحن في الريونيوم داخلين تاع الماتش تسمع في الوتيل عملت ريونيوم تاع الاولاد وفي نجام مسؤول ماذا بيا ما نسميش الاسامي ياسر تسمع في فهمني جاء قال لي وكان عنده مكانه كبيره معناتها في الـ في الـ في الـ في الكره التونسيه لا لا مكانه في الكره عنده مكانه عنده في مكانه ساده قبل كل شيء كمسؤول كان في الـ في الـ الوزاره تاع جاء عمل كي كلمهم وقت انا جيت جزي معناتها نقول لك بصراحه شوف فيا ابلون قلت لهم ما حتى ماش تاع حياه وموت ما فيا يفو عليه يفو بون معناتها دخل الواحد الى في اون شد ساعه بعد الريونيون معناتها ما تنساش تدوم ياسرك الريونيون هي قبل الماتش ما فيا حاجه شدهم شويه وكلمهم كم كوا سدير العلاقه نتاعنا مع ولد ما تقول سياسه العلاقه مع المغرب والماتش الماتش معناتها ما عنده حتى اهميه قدام علاقتنا نتاع ما بين ما بين المغرب دخل هذا فيها اي اي معناتها باش نحضر علاقتنا نسيبوا الماتش ولا شنو؟ براتيكمون معناتها معناتها فما مسؤول تونسي طلب باش نسيبوا الماتش للمغرب مش نسيب الماتش الكلام اللي قالوا كي قامت وقتها الولاد خرجوا من الغادي كي يسبوا يعملوا هكايا هابلين تسمع فيه نقول لك بصراحه علاش ما نسميوش شكون المسؤول؟ اللي مش لازم ما حقق التاريخ مش عارف ولا عباد سليم شيبوب لا 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 مش سليم لا لا شيبوب. لا سليم عنده الم نجم عنده اللي ما عنده هكايا اما معناتها عنده هك التفكير الجرينت بتاع الربح ويعرف روف النجار روف النجار سي لا كريم اعطيني باش العباد ما تظلمش عباد ما عندهاش حد ما عندهاش علاقه بالموضوع قول لي شكون روف نجار شخص كان عندنا منه اثنين اي قول لي شكون السيد تحكي عليه كان قاعد هذيك في الكوره وهذاك معناتها المزيه اللي عملها على الرياضه التونسيه اسمع فيا في الهاندبال وفي الباسكيت وفي الباسكيت اختها كان في الفوتبول الفوتبول اللي تي ان بو معناتها جيني وماهوش يعجب اللي وصلنا دا نيفو انترناسيونال دون تو لي سبور سوف فوتبول شكون السيد؟ هي سا سي غراس رؤوف النجار اي المسؤول اللي تحكي عليه ها المسؤول اللي قلت عليه شكون؟ تي كان معناتها وقتها والله نحبوا ياسر انا معناتها نقدروا ياسر اما ظل يعمل غلطه معناتها الفق غلطه كبيره ياسر معناتها نقول لك بصراحه اللي هو معناتها لبس استام سيكولوج نسيت اسمه غاب عليك ده والله مش غاب عليا ما عاد من حمله بيه خاطر معناتها ان ميريت با باسكو سي اون بيرسون معناتها كي تري تري معناتها سي اون بيرسون انا في نظري انا في نظري انا لو سول بروبليم كي لا في دون دون السبور سيتي فك الماتش هذاك اللي عملها السيد هذا اللي هو فك علينا باهي باهي فك علينا انت قلت لي من المدربين اللي ما يتدخل فيها حتى حد سامي النصري قال عكس هذا قال مراد بحجوب قال لي حضر روحك باش تلعب ماتش المغرب وجاك تليفون نحيته حطيت سراج الدين الشاحي عمري نقول لك بصراحه امبوسيبل وقت نقول لك امبوسيبل سيسمي ريت النصري قالوا في اخر خبر التصريح نصري جلمي بوكو مي معناتها ما حبش يصلح في روحه في حاجه تسمع فيا يشد الكوره معناتها ما يسيبها يلعب واحد لازم يعطيه كوره وحده هو وكوره الاخرين تسمع فيا سي فري فما حاجات ينجح فيهم فما حاجات ما ينجحش فيهم انا با كومبري كو معناتها انا بور موا لو جروب ايتي او دوسي دو تو وعمره لا واحد جاني وقال لي معناتها بيان كونترير بلش قال لي لاعب النصري تسمع فيا وانا قلت له ما بور موا والشيحي 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 تسمع فيا سيتي ان نحبوا ولا ما نحبوش نتمنى يشفي العاجل تاعه شويه لما حال ربي يشفيه سيتي ان دي ميور دومي ديفونسيف
صحيح متفاهمين اللي المشكله نتاعو وكان عنده رؤيه باهيه من التالي ووقت يجي معناتها ان جو دو تيت اسي انتريسون معناتها باهي في براسو ينجم يدخل يلعب حتى دون لاكس معناتها وقت حب ما فيا معناتها علاش قال الكلام هذا سامي النصر؟ والله ما نعرف باش واحد ناس قالوا له ما نعرفش لا هو قال انت قلت له باش تلعب لا 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 وبعد نح امبوسيبل عمرك ما قلت له باش لا نقول حتى حدنا لا باش نشجعه ونقول له حضر روحك مش تلعب ولا اي هذا اش قال له قلت له حضر روحك مش تلعب ليه ما يلعب ينجم يلعب ودابي ينجم يلعب ابري ينجم يكون عندي انا قاعد نخمم وقتها فيه تسمع فيا كان نجم نحطه على جنب مش على الوحده معناها مو صحيح اللي جاك تليفون ناحيه سامي وحاسيت سيارة والله امبوسيبل باهي شكون اللاعب اللي ظلمته في مسيرتك؟ والله متى كان ظلمت جوار متى نقول لك بصراحة أنا متى المشكلة متاعي وقت نظلم جوار نمرض تسمع فيا حتى كان وقتاش منهم مرة منهم مرة شنو؟ بلكي في ماتش نتاع الكيب افريكان فينال تسمع فيا وقتها اي بورتون متى جي في كيلكو شوز متى جيتي كونفانكو اللي وقتها بيان كو جلام بيان اوسي معناتها سي ان تري غران جوار سي عادل السليمي وقتها في الفان كارير نتاعو تسمع فيا وقتها رجع لك فينال 2003 اي رجع بالكدا اي معناتها اللي تي با دون سون جور اونيتمون اللي تي او دور دو هكي اي وصلت ميم هو هذاك وفما مشكله واحده اخرى تبنات فوق على فوق هذايا تسمع فيا اللي هي كلمت المره الاخرى قلتها المره الاخرى هوني معناتها بهذاك تسمع فيا اللي هي على معناتها وقتها في نحضروا في الماتش تاع الكوب تاع كونتر ستاد وقتها وقتها فما كان سي سعيد حدوش اقول شويه الميكرو سي مرات سي حدوش ما فيه سيتي ان الجيريان كي تي فورماتور اون بلجيك اسما فيه وان مون دوني وقت خديت انا لا فورماسيون هنا في تونس وخديت لا بيريود نتاع الديريكسيون تكنيك اسمها فيا وانا نوتر شيفال دو باتاي تي لا فورماسيون اسمها فيا وانا في بوكو دو فورماسيون سيرتو او نيفو دو لا بري فورماسيون جبت معناتها لي لا كريم دو سكي سو باس وقتها في ميم اون اوروب سيتي وقتها لا فرونس مع كلود ديسو وحده كل شيء وكانوا هما يجيو من الهنيه اسمها فيا Il est venu plusieurs fois. Au niveau de la formation, on faisait appel aux Anglais. J'ai même Hunter, j'ai l'adjoint de Keegan qui a fait des stages très réussis en Tunisie. Adel Salim, il est venu. Oui, il est venu. 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 اخر لعبته عاد لعبت شكون الاخر؟ اللي لعبته والله متى ونتمون جو نو فاي با بتيتر ما نعرفش نسيت والله ما تحبش تسمي الاسامي لا والله نسيت مش هكايا ما معناتها نسيت ملاعبي ظلمته لا ما في وقت قلت لي انت نمرض كي نظلم لاعبي اي وسواك نسيته اي ظلمت معناتها ما هوني سيتي لوم لو بلو شوز اللي كنت تعمل عليه هو انت عادل ما في خاطر عادل سيتي معناتها ان سوميتي دون الفوتبول التونيزيان كانوا نحبوا ما نحبوش سي با نابورت كي عادل سيتي ما في امون دوني معناتها لوسكيليتي اسوناج داير من الناس اللي كان عمره جونيور هو حمروني ويزيتي كونفوكي مون ليكيب ناسيونال ا معايا المنتخب وقتها اللي كنت انت مع رئيس المنتخب في الفترة هذيك كان مقسوم فما جماعة خالد وجماعة نبيل معلول فما هذيك عملت لك برشا مشاكل هذه الظاهر في المنتخب وقتها ومن الحاجات اللي ما ساهمتش في النجاح نتاعك في المنتخب ولا لا نجي نقول معناتها فك الفتره هذيك على ريت النجاحات كيفاش كانوا حتى ملاعبيه معناتها مون دوني يجيو يقولوا لي سمرات كثر لنا في ليزونترمون باش نقعدوا في الوحده اي متفاهمين الحكايه هذه شنو صار في الحكايه هذه؟ وهذاك صاروا حاجات اثرت على الجو العام عندها علاقه بالموضوع هذا انا معلول
سيتي ان اونسيان جوار ا موا معناتها لوسكيليتي معناتها ميم حتى جون معناتها ميم حتى اون بيني صافي اجي توجور معناتها حتى ان مون دوني اللي تي ان بو خاطر كان اللي ني معناتها اون ديسمبر كان عام اللي يقول ناقص على دو ديفيرونس على القي اي مالغري سا مالغري سا سا فيزيون دو جو اي سا تكنيك سا جي جي ديزاي كو سوي لا معناتها ني با ميتنون معناتها تري بيرفورمون فيو سا لا كاليتي فيزيك مي با اتر ان تري غران جوار بلوتار اي سي فري سي نجم نقول لك الى اون فالور تكتيك تري قعدتوا هربيا سي مراد هما الزوز متفاهمين من لاعبين كبار اي اي وخالد اسمع فيا سيتي ان كاركتير تري بوانتو مي تري ريغلو تري ريغولي خالد سي نقول لك بصراحه Il est très professionnel, même, ça m'a fait. Maloul, il est beaucoup plus. يدخل par exemple قد جي تلقى خالد وطارق و par exemple واحد يلعبوا مع بعضهم ما يدخلش هو مع هذوكم الكبار ياخذ توجور ان جروب دو جون افيك لوي يحب يفرض شخصيته من اللي هو صغير من اللي هو صغير اللي تي دومينون تسمع في فهمت اي ناكسبت با لا دومينيشن دي زوتر معناتها اي بو نجم حتى اي با لو دومينون اكتويل سما في يجرب معناتها اي يا سي فري هو صارت مره معناتها وقت خالد كان يلعب ليبيرو وانا نلعب معناتها في ليكيب ناسيونال نلعب افيك ان ديفونس دو زون سما في جيت جي فولو فير جوي جاني خالد قال لي سي مراد انا عمري كل نلعب ليبيرو وتر شوز تحب نلعب تو هنا قلت له خالد سيت فا تري تري بيان سا اللي كنت سيت فا هو المشكله الكبيره وقت عملنا ان ريونيون تسمع فيا معناتها اون بارلي كوم سا جينا وقت جانا ماتش اميكال تسمع فيا خاطر الماتش لو بليز امبورتون ماتش اميكال وقت كونتر الفنلاند تسمع فيا جيتو اللي يقول معناتها في لا ريونيون كي جي فيت جي دي كو سي اون جو دو سيت مانيير لا اي لي زوتر جو دو سيت مانيير لا اون فا افوار بوكو دو ديفيكولتي اون فا افوار دي بروبليم سما في جاني كي وقت ريت خالد معناتها مو راسو قول بصراحه هو عنده مبادئ بتاعو ما تيتي شويه قلت بون خالد علي ها واش نعطيك حاجه كي هو سما شاميكال هذه اوكي جير تا ديفونس يوم نو بارلورا ابري لو ماتش فهمت سما في صح الى جري لاباز انا انكيسي وقت 3 بيت 3 زان خليته وانت يلعب كما يحب قلت له العب كما انا نلعب اون ليبيرو مي وي مي باسكو سا دير لوسكو تي ان غروس بوينتور اوتر شوز يفو لو بلوز امبورطون سا با دو تيكي لو بلوز امبورطون اللي هو في راسه يزم يمن بحاجه يقبل يقبل اسمع شنو صار جي متى وقتها معلول خذا نقول لك بصراحه الى ايتيليزي سيت سيتوياسيون لا pour parler beaucoup de mal de son camarade et c'est là où la وقت اش صارت المشاكل قال عليه كوم كوا منو هو اللي خسر فينا هو اللي عملنا هو تكوبري ولا جيت انا مع خالد جي جو دي كليرمون خالد اون با او اون با جوي كوم سا سما في ولا تي با با جوي اون با با جوي انصامبل سما في قال لي انا الور جو اخر ماتش نتاعي هذا وكهو قلت داكور اخر جو اي ما تجو كوم مو جو فو سما في يا انا كومونسي من الغدوه لونترينمون جو لي في كوم اون سونتريني سما في وقت لاسكو سونتريني عملت قعدنا يعمل 20 مينوت 30 مينوت جاني قال لي نقعد متى وقت خالد جاني قال لي نقعد انا باش هكايا عام كامل وناخذ حتى بونتو كي نخدم هكايا قلت له انا مش طالب منك عام كامل طالب منك ساعه ونص ما فيهم تاخذ حتى بونتو نحيته خالد افسس 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 لك عليه بعد الفاصل ثم كمل معاك نسالك على الحكايه